بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم طلاب الأعزاء في لقائنا المتجدد ضمن محاضرات مساق محاسبة واحد. فيعني حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أنه تكونوا جميعا بخير وأهلكم بخير، وإن شاء الله تكون الأمور معكم ماشية بشكل طيب في المساق محاسبة واحد وباقي المساقات. كمان أنا بأكد قبل ما نبدأ المحاضرة اليوم على ضرورة المتابعة المستمرة للمحاضرات المسجلة والتلخيص وحل الأمثلة من الكتاب، لأنه شباب بدناش الأمور تتراكم. تعرف انه المحاسبة احنا الموضوعات تبنى على بعض، بمعنى انه الموضوع السابق اللي تحدثنا فيه طولنا صراحة فيه، اللي هو تحليل العمليات المالية في الفصل الثاني، كان صراحة موضوع مهم. الان اذا انت كطالب ما حضرت المحاضرات تاعت الفصل الثاني، ما فهمتها، ما استوعبتها، ما حلت امثلة وتمارين، حتلاقي حالك كان بتعاني او حتتغلب كثير في موضوع تسجيل العمليات المالية. فبرحب فيكم مرة ثانية، فأهلا وسهلا فيكم جميعا. احنا طبعا لقائنا اليوم في هذه المحاضرة المسجلة حيكون في الفصل الثالث من مساق مبادئ المحاسبة واحد. طبعا هذا المساق موجه لطلبة الدبلوم في الكلية الجامعية، طبعا سواء كان دبلوم محاسبة أو دبلوم سكرتاري أو دبلوم تسويق إلكتروني، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حندخل اليوم في الفصل الثالث وهو تسجيل العمليات المالية. طبعا احنا المحاضرات السابقة تعرفنا مع بعض على الفصل الثاني وهو تحليل العمليات المالية، وقلنا انه المقصود في التحليل انه احلل طرفي العملية. العملية هذه طالما هي عملية مالية يوجد لها مستند يثبت هذه العملية، بعد هيك بدي احدد انه مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن، ايش نوع الحساب، مين زاد مين نقص، بناء عليه بقدر احدد من هو المدين ومن هو الدائن. وقلنا انه في عندنا قاعده يعني معروفه في التحليل وفق معادله الميزانيه، بتقول ان الاصول والمصروفات عند الزياده مدينه، الالتزامات والايرادات والحقوق الملكيه عند الزياده دائنه. بالتالي هذه القاعده بدناش ننساها، لانه هي اللي صراحه بتساعدنا في موضوع التحليل. في محاضرة اليوم حنتعرف إن شاء الله على إيش المقصود بالتسجيل، إيش يعني التسجيل، تمام؟ يعني هل التسجيل إنه والله أنا أسجل زي ما بسجل في الكلية مثلاً، سجل مساق، تمام؟ إيش هي مصادر القيود المحاسبية؟ يعني بمعنى إنه إيش مصدر أنا كيف بدي أسجل، وإيش هو القيد المحاسبي، تمام؟ كمان إيش هي الدورة المحاسبية؟ يمكن حكينا عنها في محاضرات سابقة، وحنتعرف على نظام القيد المزدوج، تمام؟ هذه الموضوعات اللي هنحكي فيها اليوم إن شاء الله. طبعاً إحنا قلنا في المحاضرات السابقة لما تحدثنا عن تحليل العمليات المالية، تمام؟ لما حكينا عن تحليل العمليات المالية تحدثنا عن إنه أول نقطة لازم يكون عندي عملية مالية، تمام؟ في عندي عملية مالية. العملية المالية هذه لازم اتاكد انها مستند، يعني والله عندي شراء بضاعه بيع بضاعه، لازم يكون في هناك ما يثبت هذه العمليه. واحنا نتعرف يعني كمان شويه على مصادر القيود او مصادر الاثبات او ايش هي، كيف احنا بنثبت العمليات الماليه، تمام؟ بعد ما يكون في عندي عمليه ماليه، بمعنى انه بعنا بضاعه، شرينا بضاعه، دفعنا راس مال، دفعنا مصروف، حصلنا ايراد، شرينا سياره، هذه كلها عمليات ماليه. لكن والله تعيين موظف عمليه اداريه، توقيع عقد عملية إدارية، تمام؟ استئجار مبنى عملية إدارية، لكن إذا دفعت الإيجار صارت عملية مالية، تمام؟ تقييم موظف عملية إدارية، تعيين مدير عام عملية إدارية، ما له علاقة فيه، أنا بركز فقط على العمليات المالية، صياغة خطة للتسويق هذه عملية تسويقية، تمام؟ والله عمل دراسة جدوى مشروع عملية لها علاقة بالعملية تسويقية، عملية إدارية، تمام؟ فبالتالي أنا هم بركز على العمليات المالية، وإحنا قلنا العملية المالية المقصود فيها هي عملية يترتب عليها انتقال القيمة بين طرفين، واحد مدين وواحد دائن، وكلاهما متساوي طبعا بالقيمة، بمعنى في قيمة انتقلت، تمام؟ أنا والله بعت بضاعة،
مقابل ايش؟ ببلاش ولا بفلوس؟ لا، انا بعت بضاعه ب 10,000 دينار، انتقلت من عندي البضاعه وانا اخذت ايش؟ كاش. ففي حركه البضاعه طلعت من عنده ودخل عندي كاش. لما اقول انا شريت سياره مثلا نقدا، انا اخذت السياره واعطيت تقبالها للناس فلوس. انا لما اقول انا والله حصلت على قرض من بنك فلسطين نقدا، وهكذا. تمام؟ فهي هذه العمليات الماليه وعرفناها قبل هيك. بعد ما نشوف العمليه الماليه ونتاكد انها مستند، ندخل في تحليل العمليه الماليه، يعني نحدد الطرف المدين والدائن. تمام؟ بمعنى نعرف اطراف العمليه، الصندوق والسياره البضاعه وهكذا، حسب ما تعلمنا في التحليل. عشان هيك انا قلت في بدايه المحاضره ان التحليل هو الاساس في فهمك لمحاسب واحد. التحليل هو الاساس في فهمك لمحاسب واحد. اذا انت متمكن وقوي في تحليل العمليات الماليه، يبقى انت بتكون وضعك ممتاز. اذا كنت ضعيف ومش فاهم التحليل، يبقى انت هتتغلب في اي موضوعات قادمه. الان ايش هو التسجيل؟ التسجيل يا شباب هو الاثبات، هو القيد، هو التوثيق. الان هل يا استاذ يشبه التسجيل تاعنا في الكليه؟ المعنى واحد. انت الان بتروح بتسجل مثلا مساق محاسب واحد، يبقى انت وثقت واثبتت وقيدت على حالك في جدولك ان انت عندك مساق محاسب واحد. تمام؟ وتلقائي هذه العمليه اللي انت عملتها ترتب عليها انه ساعاتك الدراسيه زادت، ترتب عليها انه الرسوم الدراسيه المطلوبه منك زادت، فهي سجلت عليك هذه العمليه. تمام؟ وبالتالي انت المطالب انه تحضر وتحضر فيها. طيب يا استاذ انا سجلت المساق في الكليه وما حضرتش، بترسم يا استاذ فيه وبتدفع حقه. تمام؟ يبقى تسجيل العمليات الماليه المقصود فيه انك تسجل العمليه، تدون العمليه، توثق العمليه، تثبت العمليه. تمام؟ هذه كلها نفس المعطيات، بمعنى انك تكتب هذه العمليه وين؟ في دفتر. فالتسجيل وين بتم؟ في الدفاتر المحاسبيه. طبعا الدفاتر المحاسبيه يا شباب كانت زمان هي دفاتر محاسبيه ورقيه، وربما في بعض الان بعض الناس اذا كان عندهم شركات صغيره او مكاتب مهن حره او غيره يشتغل ورقي، هو حر. لكن الموضوع الان يعني اصبح يعني الاغلب بيشتغل على، او جميع الشركات بتشتغل على برامج محاسبيه الكترونيه. فالتسجيل بيكون في دفاتر محاسبيه الكترونيه، وعندنا احنا مشهور في البلد هان برنامج الاصيل. يمكن البعض اللي بيشتغل او بيعرف شركات او لهم شركه بيعرف ان برنامج الاصيل من اكثر البرامج استخداما، في برنامج القمه، في برنامج الامين، في برنامج الشامل، في برنامج السحري، في برنامج الممتاز. هذه كلها برامج يعني موجوده ومستخدمه عندنا، لكن اكثرها يعني انتشارا هو برنامج الاصيل. ففي عندنا يتم التسجيل بشكل الكتروني. الان التسجيل بيتم وفق ايش؟ وفق نظام القيد المزدوج، بسموه الدبل انتري سيستم. الان هذا حنحكي فيه لقدام شويه طبعا في هذه المحاضره اكيد، لكن المقصود فيه هو التسجيل وفق نظام القيد المزدوج، انه احنا بنحكي انه هذا القيد المزدوج عباره عن كفتين. استكمل شباب، يعني حياكم الله. معلش كان في مشكله في النت عنك، لكن ان شاء الله الامور تكون كويسه الان. فزي ما حكيت التسجيل بيكون في الدفاتر المحاسبيه اللي هي بتكون ورقيه او الكترونيه. طبعا التسجيل وفق نظام القيد المزدوج، القيد المزدوج زي ما حكينا انه انت والله بتخش على مول معك والله 1000 شيكل، انت دفعت للمول 1000 شيكل وطلعت باغراض وبضائع بال 1000 شيكل. لكن انت مش منطق تكون والله قديش دفعت 1000 شيكل وضعت على البضاعه ب 900 شيكل. فالعمليه الماليه هذه اللي تمت، تمام، انه المول باع لك البضاعه ب 1000 شيكل، يبقى البضاعه اللي عند المول نقصت ب 100 شيكل نفس القيمه. نظام القيد المزدوج انه كل عمليه ماليه لها طرفين، واحد مدين وواحد دائن، وكلاهما ايش ماله؟ متساوي في القيمه، يعني كلاهما نفس القيمه. تمام؟ الان
الآن شباب نيجي إلى مصادر القيود المحاسبية، معنى أنا من وين بجيب القيد المحاسبي أو مصدر هذا القيد، أو كيف أنا بأثبت العملية المالية؟ هل الأمر بتم على كيفي أو على مزاجي؟ لا، عشان أنا أثبت أي عملية مالية يجب أن يكون هناك مستند تمام يثبت هذه العملية، بمعنى أنه أنت والله بعت بضاعة، هيجي يقول لك مدير الشركة كيف أنت أثبتت هذه العملية؟ وين مصدرك للعملية؟ وين إثباتك للعملية؟ طبعا هذا وفق مبدأ الموضوعية عندنا في المحاسبة تمام؟ أين مصدر توثيق وإثبات هذه العملية؟ فمصادر القيود المحاسبية عندنا تنقسم إلى نوعين، في مصادر غير مباشرة بنسميها، وفي مصادر مباشرة. طبعا أستاذ إيش الفرق بينهم إخوانا؟ المصادر الغير مباشرة بمعنى إنه بينفعش تسجل منه مباشرة، بتحتاج إلى مستند مباشر وسيط، بمعنى إنه بتاخذ أنت المستند الغير مباشر وبتدخله ولازم يلحقه أو يتبعه مستند أو مصدر مباشر، وحنتعرف عليهم بتفصيل. الآن في عندنا مجموعة الأوراق الثبوتية، هذا أول نوع من المصادر المباشرة أو الغير مباشرة عفوا، اللي هو الإشعار المدين والإشعار الدائن والفتوى. إيش يعني الإشعار المدين؟ شباب أنت الآن تخيل أنت والله بدك من 1000 شيكل تمام، فالمبلغ اللي عليه زاد تمام، المبلغ اللي عليه زاد، فصار أنت بدك منه 1200، هو كان مدين، بمعنى أنه أنا والله قلت من حساب والله المدينون محمد لحساب المبيعات تمام، فأنا بدي من محمد كنت 1000 مدين، أنه هو إيش أموالي عنده زادت فهو مدين. الآن أنا صار بدي منه 200 كمان الزيادة، فأنا ببعث له إشعار أنه أموالي عندك يا محمد زادت تمام، أموالي عندك يا محمد زادت، هذا اسمه إشعار مدين. لكن لو صار العكس بكون إشعار دائم، بمعنى أنه والله محمد أنا بدي منه 1000 شيكل لكن هو راح دفع لي مبلغ أو رجع البضاعة 300، يبقى أنا صار بدي منه كان 1000 لما رجع البضاعة 300 قديش صار بدي منه 700، يبقى المبلغ اللي عليه نقص، بخليه إشعار مدين. في الرقم 3 من المصادر أو الأوراق الثبوتية هي الفاتورة، وإحنا عارفين دارج عندنا كثير فاتورة البيع وفاتورة الشراء، وخلينا نشوف نموذج للفاتورة. هذا شكل لفاتورة، يعني محل غالب مشيخي مثلا، محل في السعودية على سبيل المثال، يعني لقيتها على النت، بتلاقي يعني عندك في رقم أو في فاتورة، بنحط إيش نوع الفاتورة، فاتورة بيع هي اللي بتصدر إخوانا فاتورة البيع عن الشركة، وفاتورة البيع هي نفسها فاتورة الشراء، يعني أنا لما أبيع أنا بصدر فاتورة، الشخص اللي أخذ من البضاعة تسمى بالنسبة له فاتورة مشتريات. بكتب تاريخ العملية، بكتب رقم الفاتورة، طبعا إذا كانت فاتورة بيع بكون رقمها متسلسل، يعني أنا عندي رقم متسلسل للفواتير، في عندي أنا رقم الملف الضريبي والسجل الضريبي القيمة المضافة، في رقم العامل اللي أنا بعت له، في الهاتف تاعه، في اسم المندوب إذا أنا بستخدم وببيع من خلال مندوب مبيعات، بكتب هنا رقم الصنف، وصف الصنف، الوحدة والكمية والسعر والإجمال. والله مثلا أنا ببيع والله مثلا لابتوبات، بكتب والله أنا الصنف لابتوب، وصف لابتوب توشيبا مثلا كور اي 7 مثلا، الوحدة والله 5، الكمية مثلا والله 1000 دولار، يبقى السعر 5000، الإجمال وهكذا تمام. يعني الوحدة بقول والله جهاز أو كيلو أو طن حسب اللي عندي. الآن ها بدي بكتب الإجمال، إذا في خصم والله بحط إنه الخصم في خصم 10%، كمان بحط اللي هي ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لما مطبق، طبعا كانت في السعودية سابقا 5%، طبعا الآن زودوها، لكن احنا عندنا في فلسطين في الضفة وغزة 16%، بحط السعر الصافي بعد الضريبة، وبحط هنا ايش توقيع المستلم والتوقعات اللازمة. هذه هي شكل الفاتورة. هذه يا شباب انا من خلالها بقدر اعمل عملية ايش تسجيل، لكن بلزمني يكون في كمان عندي مصدر مباشر حنتعرف عليه كمان شوي. النوع الثاني من المصادر هي مصادر عفوا في نفس النوع، المصادر غير مباشرة، في مجموعة الأوراق التجارية، وهذه يا شباب معروفة لنا كثير، هي بسمع فيها الشيك والكمبيالة ورقة السحب. طبعا احنا يمكن الشيك كنا واحنا صغار دائما الواحد يقول يا ريت يصح له هيك دفتر شيكات، ويقول يوقع على الناس مصاري، يقول يوقع ماما مصاري، وطلعت قصة صعبة بالشيك، الموضوع طلع انه والله انت عشان تصدر شيك لازم يكون لك حساب في البنك والحساب يكون فيه فلوس تمام، ولو انت طلعت شيك بدون ما يكون لك حساب في البنك، ما يكون لك رصيد عفوا في البنك، بتنحبس على طول تمام. في الموضوع مش مزح يا شباب، صح الواحد بكيف انه بوقت عليك، لكن الموضوع مش مزح. فعندنا الشيك، عندنا الكمبياله، عندنا ورقه الصاحب. الان حنشوف احنا نماذج منهم. خلنا الشيك، احنا عارفينه الشيك هو عباره عن ورقه صادره منك انت كساحب بنسميك، لك حساب في البنك، الى البنك، بتقول له يا بنك ادفع للسيد هشام المهيرات
مبلغ وقدره 30,000 مثلا ريال، تمام؟ يعني انا والله انا شاب ابو شنب، الي حساب في البنك، بدي ادفع مبلغ مثلا ل مثلا اخونا احد الطلاب اللي عندنا، خلينا نقول علاء الديري مثلا، تمام؟ فبقول انه والله انا بدي بدي اعطي علاء الديري من حسابي في البنك 1000 دينار مثلا، فبقول بوجه الخطاب للبنك وانا حسابي مثلا في بنك فلسطين، بقول ادفعوا لامر السيد علاء الديري مبلغ وقدره 1000 دينار. من المطلوب؟ انا الساحب، بنك فلسطين هو المسحوب عليه، من اللي حيستفيد وياخذ المبلغ هو علاء الديري. فبكتب هان اسم السيد اللي هو علاء الديري، بكتب فوق موجود اسم البنك، طبعا انا ما زلت بنك جاهزه، بحط التاريخ تاع صرف الشيك، تمام؟ بكتب المبلغ بالارقام وحط شحطين عليه، باكس عليه عشان ما حدش يضيف اصفار، وبكتب المبلغ بالحروف 30,000 دينار لا غير، وبحط التوقيعات. طبعا مرات بكون الشيكات يا شباب لها توقيعين مش توقيع واحد عشان الرقابه، هاي توقيع اول توقيع ثاني، تمام؟ هذا طبعا في امور اكواد محوسبه للشيك خاصه بالبنك، لكن الشيك هاي شكله بشكل 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 واضح. في عندنا الكمبياله يا شباب، الكمبياله هي عباره عن تعهد، يعني انا والله شريت بضاعه منك، طب يا عم سجل على الدفتر، طب ما شيكات ما ينشر شيكات او بدي الشيكات، فبروح انا بعطيك ورقه انا بتعهد لك انه ادفع قيمه هذه البضاعه بعد 6 شهور، تمام؟ يعني انا اخذت بضاعه على الحساب ما معي كاش، فقلت لك يا عم انا خلاص انا بتعهد بدفع قيمه هذه البضاعه بعد 6 شهور. فايش مكتوب؟ حررت في تاريخك في مدينه كذا بتاريخ كذا المبلغ رقما، بكتب اتعهد انا الموقع عدنان، بكتب اسمي تحت، بان ادفع بموجب هذا السند اللي هو الكمبياله بدون قيد او شرط لامر، بكتب الامر مين؟ الامر فلان لفلان، الامر والله السيد وليد، مبلغ وقدره اعلى، وقدره بكتبه بالايه؟ بالحروف، وبكتب فيك عندي كفيل واسمه والعنوان والتوقيع. هذا نموذج للكمبياله، معنى انا اتعهد. وبالتالي شباب الكمبياله فيها طرفين، فيها ساحب وفيها مستفيد، فيش فيها بنك الكمبياله، فيها ساحب ومستفيد. انا بتعهد كشادي ابو شنب انه ادفع والله مبلغ من المال، تمام، الى والله السيد خالد بعد 6 شهور. هذه هي التعهد. طب لو يا استاذ لما التزمت هو بقدمها للمحكمه وممكن يحبسك عليها. النوع الثالث من الاوراق التجاريه هي بسموه سند السحب او اذون السحب او ورق السحب. المقصود فيه شباب هان انه العمليه هان فيها ايش؟ 3 اطراف. انت تطلع اقرا النص يقول لك السيد سليمان الرقاوي الحموي من حمص شارع الحميديه، تمام؟ ادفعوا، طبعا انت ركز، ادفع بموجب هذه السفتجه. طبعا اخوانا السفتجه المقصود فيها سند السحب، بس هذه اللغه العربيه فصحى، تمام؟ ادفع بموجب هذه السفتجه لامر السيد عزه السعيد الخلايني، هي اسم واحد ثاني، في مدينة حمص، مبلغ 5,000 ليرة سورية، ومن الموقع تحت موفق الراشد الأزرق دمشق بوابة الصلحية والتوقيع. أنت عندك عيد سليمان الحموي، وفي عندك عزة الخلايلي، وفي عندك موفق الأزرق. هاي صارت 3 أطراف بالضبط. سند السحب يا شباب هو عبارة عن ساحب ومسحوب عليه ومستفيد. البنك ساحب ومسحوب عليه ومستفيد، لكن أخوانا البنك عفوا الشيك ساحب ومسحوب عليه ومستفيد. لنركز الشيك يا شباب، الشيك يا شباب بس نرجع له الشيك على السريع. هاي الشيك، الشيك اخواننا الساحب هو هشام، والمسحوب عليه هو البنك بنك الاتحاد، والمستفيد عفوا الشيك هذا يا شباب الساحب، الساحب هو مالك الشيك اللي هي شركه مين؟ شركه ريان للمأكولات البحريه، تمام؟ طب مين استاذ؟ المسحوب عليه هو بنك الاتحاد. طب من المستفيد؟ هو سيد هشام. لكن شباب بالنسبة لسند السحب، الساحب هو مين؟ هو موفق الراشد الأزرق. طب من المسحوب عليه؟ هو السيد سليمان الرقاوي الحموي. طب من المستفيد؟ هو عزة الخلايلي. يا أخوان أنا موفق الراشد الأزرق بطلب من سيد من سليمان الحموي بأن يدفع مبلغ من المال لمين؟ لعزة الخلايلي. كيف؟ ليش بصير الكلام؟ اخوان انت الان مثلا بتكون انا بدي منك 1000 دينار، وفي نفس الوقت تمام انا بدي منك 1000 دينار، وفي نفس الوقت السيد عبد الله بده مني ال 1000 دينار، فايش بقول لك انا؟ تمام، بقول لك يا علاء
ادفع الألف دولار تاعتي اللي عندك لمين؟ للسيد السيد عبد الله. واضح؟ يعني انا كاني بحول المبلغ اللي تاعي، مبلغ اللي عندك، تمام، بقول لك والله خلاص اعطيه لفلان. واضح يا شباب؟ ركزوا فيها كويس وسهله جدا. لان شباب مصادر القيود المحاسبيه اللي هي المباشره هذه، اخوان احنا بنذكر ما بينفع تسجل قيد الا يكون عندك المصادر هذه، مصدر القبض. طبعا يا اخواننا ليش كنا نقول انه مصادر غير مباشره؟ لان الشباب لما تحكي انت على الشيك، اخوان الشيك بدفع مستند قبض، اذا شيك كان شيك وارد، اذا كان شيك صادر سند صرف. طب اذا كان فاتوره بيع، لان انت بعت، طب قبضت قيمتها؟ اذا قبضت لما تبيع لك مستند قبض عشان تثبت ان انت العمليه انتهت. طب لو انا اشتريت لك سند صرف، طب لا يا استاذ، انا لو انا بعت بضاعه على حساب، ايش بدك؟ بدك مستند قيد، تمام؟ عشان هيك انا لما يكون عندي فاتوره بيع وهي مصدر غير مباشر لازم يتبعها مصدر مباشر. يبقى عندي مصادر القيد المحاسبه، المصادر المباشره في عندي مستند القبض ومستند الصرف ومستند القيد. قبض وصرف ومستند ايه؟ مستند القيد. نشوف هاي عندي اخوانا مستند القبض، هذا اخوانا مستند القبض يثبت انه انت قبضت فلوس، يعني والله انت في محاسب في شركه قاعد، اجاك واحد قال لك يا عم خذ لك الدفعه 1000 دينار. تمام؟ بتطلع على طول سند قبض انه بتقول استلمت من الاخ فلان الفلاني او سيد فلان الفلاني المحترم مبلغ وقدره، بتكتب والله مثلا 3000 شيكل بالارقام والحروف، وذلك مقابل ايش؟ مثلا سداد دفعه من الحساب او ثمن جهاز حاسوب. وبصير انت بتكتب امين الصندوق وبتوقع المستلم، في امين صندوق استلم المبلغ وفي المستلم، بوقع الاثنين وخلصنا. وبنحط التاريخ والرقم، هذا هو سند قبض، يعني هذا اهم النقاط اللي فيه. طبعا ممكن تقول والله طبعا كيف قبضت؟ في ناس قبضوا، هذا طبعا بنحط المبلغ فوق عفوا بالارقام وتحت بنحط بالحروف. ممكن انا اقول كتاب استلمت بالنقد بالشيكات، بفصل يعني. مستند الصرف يعني هي نموذج ثاني، سند الصرف مكتوب التاريخ، في رقم له طبعا موجود فوق، فيها مكتوب المبلغ، في تاريخ، مكتوب اصرفه الى السيد فلان الفلاني مثلا السيد محمد مبلغ وقدره كذا، وذلك عن ايش؟ عن والله مواصلات، عن والله ضيافه، عن والله مكافاه. طب كيف بدي اعطيه انا؟ بدي اعطيه نقدا ولا الشبكه ولا بشيك ولا عن طريق البنك؟ تمام. بكتب هان اسم المستلم، كيف انا بدي اصرف فلوس، كلمه شويه مش واضح شباب، المستلم والمحاسب والمدير. تمام. وانا الخاص بالشركه اللي هي صارفه المبلغ، يعني موضوع الشبكه ممكن تكون بعض الناس بتم في شبكه داخليه الشركه بيصرفوا من خلالها، يعني شبكه حاسوب او برنامج او نظام يعني. تمام. في فهي انا طب في مستند القيد، اخوانا مستند القيد انا بستخدمه اذا بعت بضاعه او شريت بضاعه، عفوا مستند القيد لما اشتري بضائع، تمام، على الحساب، يعني لا قبلت ولا صرفت، فبستخدم مستند القيد عشان اسجل العمليه الماليه. هذه المصادر. فبالتالي اي عمليه ماليه عندنا عشان تقدر انت تسجلها لازم يكون في عندك مصدر للقيد، سواء كان مباشر بانواعه او عفوا مباشر او غير مباشر، زي ما وضحنا مفهوم كل نوع. نيجي شباب للدوره المحاسبيه، الان وين بيجي اللي هو الدوره المحاسبيه؟ احنا عندنا اخواننا قلنا اول حاجه عندنا تحليل العمليات الماليه. بعد ما تحلل انت بتروح لموضوع تسجيل في دفتر اليوميه. هذا اللي حناخده ان شاء الله احنا في محاضره اليوم وهنا شغالين فيه. بعدين بنروح للترحيل الى دفتر الاستاذ، حناخد كمان دفتر الاستاذ. بعد ما تخلص بتعمل تلخيص واعداد ميزان مراجعه، يعني بنرصد وبنعمل شيء اسمه ميزان، كله اخونا حنتعرف عليه. ثم بنعمل اعداد قائمه ماليه. طبعا اخونا هذه الدوره لسه مش كامله، لانه احنا في ان شاء الله في مسار محاسبه 2 حنكمل الدوره المحاسبيه، لانه في بعدك عندنا شغل تسويات جرديه واعداد قوائم بعد التسويات وباقي التفاصيل الاخرى. فاحنا الان حنكون في المحطه الثانيه من الدوره المحاسبيه وهي التسجيل في دفتر اليوميه. الان كيف بنسجل احنا؟ احنا يا شباب بنسجل وفق نظام القيد المزدوج اللي هو الدبل انتري سيستم. ايش المقصود فيه؟ ايش المقصود فيه شباب؟ انا حكيت قبل شويه فيه. هذا النظام بيقول لك انه انت اي عمليه بتتم في الشركه يجب ان تسجلها في دفتر اليوميه. طب ايش الدفتر اليوميه؟ احنا نتعرف عليه ده قدام، لكن هو دفتر بتسجل فيه العمليات يوم بيوم، العمليات الماليه عشان يسموه اليوميه، يوم بيوم، ساعه بساعه، دقيقه بدقيقه. كل عملية مالية لها طرفان، أحدهما مدين والطرف الثاني دائن.
بس بينفع يكونوا اثنين مدين؟ لا. طب ينفع يكونوا اثنين دائن؟ لا، واحد مدين وواحد دائن، يعني واحد اخذ وواحد اعطى، وكلاهما متساوي في القيمة، يعني 1000 قبال 1000، 10000 قبال 10000، مليون قبال مليون، مليار قبال مليار. تمام، بينفعش يكون حتى لو خلل شيكل واحد. تمام، وهذا اخواننا الصورة بتوضح يا شباب، يعني صورة تعبيرية نوعا ما. تمام، انه انا بالاخر عندي ميزان بالكفتين، شوف في الميزان زي القبان هيك. فانت هان عندك بلوك كبير، عندك حجر كبير، هان عندك 3 احجار. طيب يا استاذ متوازن، استاذ انا بحكي على القيمة، ما بحكي على الشكل، ما بحكي على الحجم، انا بحكي على القيم. تمام، بمعنى انه والله انت ممكن يكون عندك مثلا بضاعة مثلا 10 طن. تمام، 10 طن بضاعة بتروح تبيعها تاخذ قبلها سيارة. تمام، 10 طن بضاعة، لكن قيمة ال 10 طن بضاعة بتساوي قيمة السيارة. أنا أخوانا ممكن أروح أشتري مثلا قطعة أرض، قطعة أرض تمام، بمبلغ أدفعه من الصندوق والبنك وكمان الدائن. طيب أنت والله تروح تشتري قطعة أرض ب100,000 دينار، دفعت منها والله نقدا 50 وشيكات 30. تمام، وفي لسه عندي على الحساب 20. لكن ايش اخوانا المطلوب؟ انه القيد المزدوج الدبل انتر لازم يكون متساوي، واحد مدين وواحد دائن متساويين بالقيمه. لكن لو الكفه رجحت هيك بكون ايش؟ على طول قيدك غلط. تمام؟ حتى في البرامج المحوسبه لو انت القيد ما توازن عندك، يعني ما تساوي القيد لا يسدد. طيب ايش يعني القيد؟ اخوانا القيد هو لغه احنا بنستخدمها في المحاسبه عشان نسجل العمليه الماليه. وبالتالي انت مستقبلا لما تشوف اي عمليه ماليه بالقيد تاعنا بتفهمها على طول كمحاسب. تمام، فالقيد هي انه انا اقيد او اسجل او اوثق على الحساب انه والله زاد او نقص. يعني مثلا لما اقول والله باعت الشركه بضاعه ب 1000 دينار، انا بدي اقيد انه حساب الصندوق زاد، بدي اقيد عليه واسجل عليه واربط عليه انه حساب الصندوق زاد، انه احنا بعنا بضاعه. تمام، فبتصير انت مثبت على انه انت دخل عندك 1000 دينار بضاعه. انت تخيل كان الصندوق فاضي وبعنا بضاعه ب 1000 دينار، لو طلعت هيك في الصندوق حيكون في 1000 دينار. لكن لو اقول لك المحاسب والله لا ما 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 اخذتهمش، ما انت ما هيك مسجلهم، مسجلات يعني مقيدات على حساب الصندوق. فاذا تقيدوا على حساب الصندوق يعني تسجلوا يجب ان يكونوا موجودات في الخزنه او في الصندوق. تمام، يعني هذا اخواننا شكل معبر. الان طب كيف بدنا نسجل؟ كيف نعمل القيد؟ كيف شكل القيد؟ تمام، هذا كله اخواننا ان شاء الله حناخده في المحاضره القادمه، اللي حنشوف فيه ان شاء الله مثال عملي كيف احنا بنسجل العمليات الماليه. الموضوع بسيط، ما تقلقوش، سهل جدا. طالما احنا فهمنا التحليل فموضوع التسجيل ولا في اسهل منه. بشكركم شباب على الاستماع، بتمنى تحضر المحاضرة بشكل كويس، تركزوا يعني فيها. وأي طالب بيقدر يجيب النماذج من المصادر اللي عرضناها، واحد بيقدر يجيب والله دفتر شيكات يصور مثلا، طبعا بدون ما يعني يكون فاض أو يخفي بعض البيانات إذا هو حابب، فاتورة بيع إذا هم عندهم شركة، سنة قبل، سنة صرف، إذا في نماذج ممكن والله تعرضوا لنا إياها في اللقاء المباشر أو تحملوها وتبعتوا لنا إياها نشوفها على الكلاس روم. بشكركم مرة ثانية على استماعكم، وبتمنى إن شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط ومفهوم لجميع الطلاب الأعزاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.